Hi, everyone, and welcome back to today's episode of Learn Arabic with Transit Station by Yala Arabi. Don't forget that we translate all of these episodes, and you can find them on our website, yallaarabi.com. Today's episode is about the life of Yasser Arafat. In short, Arafat was a Palestinian political leader. He served as the chairman of the Palestinian Liberation Organization, the PLO, and the president of the Palestinian National Authority. Arafat's legacy remains controversial. Some Palestinians view him as a martyr who symbolized the national aspirations of his people. Israelis generally regarded him as a terrorist. And some Palestinians, including Islamists, PLO leftists, and others, frequently denounced him as corrupt or too submissive in his concessions to the Israeli government. Now, سامر will speak about his life in detail. ياسر عرفات. اسمه الحقيقي محمد عبد الرؤوف القدوي الحسيني انشهر بعدين باسم ياسر عرفات أو أبو عمار على الأغلب ولد بالقاهرة عام 1929 وتزوج ياسر عرفات بسن متأخر من السيدة نهى الطويل وجاب منا بنت وحده التحق بكليه الهندسه بجامعه الملك فاروق اللي صار اسمه جامعه القاهره بعدين تخرج كمهندس مدني عام 1951 اشتغل بعد التخرج بوحده من الشركات المصريه لفتره من الزمن خلال فتره دراسته كون رابطة الخريجين الفلسطينيين اللي اشتركت مع الجيش المصري بصد العدوان الثلاثي عام 1956 بعام 1958 سافر ياسر عرفات للكويت للعمل كمهندس وهنيك كون هو وصديقه خليل الوزير ابو جهاد خليه ثوريه اطلق عليها اسم فتح وأصدر مجلة لتعبر عن هموم الفلسطينيين وسماها فلسطيننا حاول أبو عمار إكساب حركة فتح صفة شرعية ونجح فعلا بتحقيق هالشي برز اسم ياسر عرفات بقوة بعد ما قاد بعض العمليات الفدائية ضد إسرائيل بعد عدوان ال 67 انطلاقا من الأراضي الأردنية اعترف الرئيس المصري جمال عبد الناصر بعرفات كممثل للشعب الفلسطيني بعد انتخب المجلس الفلسطيني بو عمار كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ب 1969 واللي تأسست من قبل يحيى حمودي بال 1964 وهون بلشت أو بدت مرحلة جديدة من حياة ياسر عرفات وصاروا بيعتبروا الناس رمز للنضال ضد اسرائيل وكان يشوف في الشعب الفلسطيني والعربي المنقذ والمحرر اللي رح يرجع فلسطين. بعام 1970 وقعت اشتباكات بين قوات المقاومة الفلسطينية والجيش الاردني ادت لسقوط ضحايا كتير بين الجانبين اطلق على هالاشتباكات اسم احداث ايلول الاسود وبعد وساطات عربيه قررت المقاومه الفلسطينيه الخروج من الاردن لتستقر بالاراضي اللبنانيه بدات المقاومه تشن عمليات الفدائيه ضد اسرائيل انطلاقا من الاراضي اللبنانيه بعام 1978 شنت اسرائيل هجمات عنيفه على قواعد المقاومه الفلسطينيه بلبنان ودمرت بعض القواعد وعملت شريط حدودي بعمق 6 كيلومتر وتسمى بالحزام الامني بسبب العمليات الفدائيه المستمره من قبل المقاومه الفلسطينيه قامت اسرائيل باجتياح الاراضي اللبنانيه واحتلت العاصمه بيروت ودمرت اجزاء كبيره منها عام 1982 وفرضت حصار على المقاومه واجبرت ياسر عرفات الموافقه على الخروج من لبنان تحت الحمايه الدوليه بعد ما تم ابعاد المقاومه الفلسطينيه عن الحدود الاسرائيليه شهد عقد الثمانينات تغييرات جذريه بفكر المنظمه الفلسطينيه والقى على اثر ابو عمار خطاب امام الجمعيه العامه للامم المتحده اعلن فيه عن اعتراف المنظمه بحق اسرائيل بالوجود واعلن عن مبادره سلام فلسطينيه تدعو بحق اسرائيل وفلسطين بالعيش بسلام مع باقي جيرانهم من الدول العربيه. توالت بعد الإعلان اعترافات العديد من دول العالم بالدوله الفلسطينيه المستقله ووافق المجلس المركزي الفلسطيني على تكليف ياسر عرفات برئاسه الدوله الفلسطينيه المستقله بشهر نيسان عام 1989 طبعا الشيء اللي يدفع عمليه السلام قدما اعلن ياسر عرفات باول التسعينات انه عم يعمل اتصالات سريه مع القاده الاسرائيليين بهالخصوص بعام 1993 حصل اتفاق اوسلو اول ادى لوجود كيان فلسطيني وادى كمان للاعتراف بالدوله الاسرائيليه ووقع عليه الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين بالإضافة لها شيء لاقه اتفاق شرعي جديد للتفاوض بتقوم على اتفاقيات ثنائية مش على القرارات الدولية الصادرة وبعام 1994 وقع الطرفين على اتفاق القاهرة لتنفيذ الحكم الذاتي الفلسطيني بغزة وأريحة بالمحصلة صار أبو عمار رئيس السلطة الفلسطينية وبال94 بعد ما قضى 27 سنة بالمنفى بعد بسنة وقع ياسر عرفات على اتفاق توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة بمدينة طابة المصرية مع الطرف الإسرائيلي وانتخب بعد رئيس سلطة الحكم الذاتي بأول انتخابات عامة بفلسطين عام 1996 وحصل على 83% من الاصوات رغم عناد حكومات اسرائيل المتتاليه واستمرار ببناء المستوطنات استمر الزعيم الفلسطيني بالمسيره السلميه وتم التوقيع على اتفاقيه واي ريفر بامريكا عام 1998 وجرت بعد مباحثات كامب ديفيد اللي انعقدت عام 2000 وجمعت عرفات وايهود باراك رئيس الوزراء الاسرائيلي وبيل كلينتون رئيس امريكا بمنتجع كامب ديفيد كرمال بحث القضيه مثل القدس والمستوطنات وعوده اللاجئين وانتهت المحادثات بالفشل بعد اسبوعين. بعام 2001 قدم الجانب الامريكي مقترحات اتضمنت التنازل عن حق العوده للاجئين الفلسطينيين وتحويل القدس لمدينه مفتوحه فيها عاصمتين وحده لليهود او وحده للفلسطينيين الا انه تم رفضها من قبل عرفات. واخيرا لازم ننوه هون انه منظمه التحرير الفلسطينيه اخذت عام 1990 موقف مؤيد لصدام حسين بغزو الكويت وانعكس هالموقف بصوره سلبيه على القضيه الفلسطينيه وكان له عواقب وخيمة على العمال الفلسطينيين بدول الخليج وبالتالي على الانتفاضة الفلسطينية اللي اندلعت عام 2001 بسبب الزيارة اللي قام فيها أرييل شورون للمسجد الأقصى وكمان بسبب حالة الناس والإحباط اللي عم الشارع الفلسطيني من المفاوضات اللي ما حققت حلمهم بإقامة دولة فلسطين مثل ما مطلوب ومرغوب وبعدها إسرائيل عم تبني مستوطنات جديدة وما زال الخلاف قائم على بعض القضايا بين الطرفين وهالشي عم بيخلي اشتعال الحروب بينهم بين الوقت والتاني حصل ياسر عرفات على جائزة نوبل للسلام بالاشتراك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق ربين ووزير خارجيته شمعون بيرز توفى أبو عمار ب 11 تشرين الثاني عام 2004 بمشفى ببرسي بفرنسا. بعد دخوله بغيبوبه عميقه وتعرضه لنزيف داخلي عطل جزء من دماغه، توجهت اصابع الاتهام بوفاته لاسرائيل وكشف تحقيق عام 2012 عن وجود مستويات عاليه من ماده البولونيوم المشع والسام بمقتنيات ابو عمار الشخصيه اللي كان يستخدمها قبل وفاته. بفتره وجيزه